الرسول صلى الله عليه وسلم غاسب كود غا المدينة المنورة ثم زورو ثم زورو يخدم يجمع الشمل الجنسي من يرث الدث مثلا يبدا المسجد ميون مسجد مزورو مسجد قباء غاسي سمي الذي مكة المكرمة يجمع مزوراني يديك شمل لكن دروس ديال القلائل ديون وخام الارقم ابن ابي الارقم يجمع يثندنا يملاش انتقمات ديال الاسلام انما المؤمنون اخوة انما المؤمنون اخوة الايمان ذي الأخوة ماذا قلنا تصعيد الإيمان قد تصعود التقمات ولكن ماذا قلنا ثوقي التقمات غفر ربي قيق ثوقي ذا الإيمان وذجمر ذات تطرد غف الإيمان وذك تثوقي التقمات ما تفضي ذا الإيمان إلا قد تصعود التقمات أكن ذا نجمع الوسع كذا شو يغضي جمعنا الوسع أكر ذا قلنا ماشي ذكران الشيء ماشي ذكران الدنيث ماشي ذكران قوين 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 يتفكر يغضي جمعنا جمع لا إله إلا الله محمد رسول الله أقيق ماد نملي الغر ذا قلنا أكوين شيء من الدنيث ماد نملي الغر ذا قلنا أقرأ أنت ما قيب لين زن ذي شيء معنى في أيث مثل أحبتي الكرام أن مع ذا مع هذا لن تسمع هذا جو قال أنا أخرج وجي لنا كذا جيم أرك ظلمة أرك خذيعة أرك خذي ما غين ندير ويدو في الدوغور الزثيك أذك عيون غوين العاية ما غوين ندير أكيد شو ذا ما غوين العاية أذك عيون دنش تجين يد المعنى تملي لي يد المدر يد نسملي الغرد جين أيث مثل الرسول وش بيح صلى الله عليه وسلم يبقى ضغر مسجد قباء يجمع المسجد مزور ومسجد قباء مسجد قباء أجين ما ثكش مبغى المدينة المنورة يفعل شيء في المدينة ما يظل له في قرط صلى الله عليه وسلم مري لي يلعب يروح ذي المدينة يقعد يوضو يروح ذا المسجد قباء يزول سنثر الكعث يسعى الأجر من العمرة باش يعني ما يروح الانسان الحج ما يروح على العمره اد يغيض ذي المدينه المنوره يروح مسجد قباء ذي الزر سنثر كعث قوس نسف اد يغالي ساعه الاجر من العمره يدي قر واش بيحنا فين صلى الله عليه وسلم واش قال لنا واش قال للجماع ارمي دي جماع سيدي ربويا والجنسي من ولون المؤمنين غير ذاك يعر ملي الجسات الناس نجمع تدوى لكن ولو نغم فارقا اتسمي روان الغشي ذاك الصفوف وتسمى غفر لنا قوس العيد يا ليون اللي يرقل قوس العيد باش يتغفر لنا هما سينسيم ونشرحوا دنت زلا يقال رقعيما ارقع للعايو الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع يقول غال المدينة المنورة يفنى المسجد ينسى المسجد النبوي الشريف ويفذن عليه يفذن التختتنس أين في دروح على المدينة في دروح أهل المدينة يديك شمل على الإسلام ذي بيعة العقبة يفذن عليه شم عليه يحل المشكلة نسن الأوس الخجر جنين ذي النك ندعى ذا وندقو ورسن يرثن دث مثن يرثن ولش الأوس ولش الخزرج يرثن كذا الأنصار اسميسنا الأنصار ويحميثنا ربي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يرضى سيدي ربي فلسن يكسسن الأوس يكسسن الخزرج يرثن ذو الأنصار ذين سيمن يرثن ذو الأنصار أسميثن يروي ذاك نيذة مثلا ثم حال عصب يذقو غرسن ثم حال عنصر يذقو غرسن من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يدم ذو الأنصار أكذ المهاجرين دانا يسمي الذين ذقو غرسن وغان دانا ذاث مثلا إنما المؤمنون إخوة من كل يون من الأنصار ذي يويون من المهاجرين ذي يوروا خامس هذه فرقيدس الخامس هذه فرقية سشي هذه فرقية الملكيس هذه فرقية سمران أكو ذيوث الأخوة ونقص الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه خدم ذي الهجرة وتساوي ذلك دغاي ذي الدوني ثلاع مرثا عدام وشكارة شغاي أدادي ذي الدوني حشي نك خدم وش في حنا فين صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يروح رخم الأيوب أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب كل يوم يقوثوا صحابي ولكن أبو أيوب الأنصاري يقوم وش في حنا فين صلى الله عليه وسلم ثخمت ست ساعات غرفة ست غرفة الناس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سوني يا رسول الله الناس قم غوسالي الناس لا الناس لا الناس إن كان يصحون دي غشر غرف قم ذي قاع ثقل قاع غير قيمة يقيم ذينا وأبو أيوب الزوجة نسق من يسوني أرد يحكو ذي نسا سيما نسا رضي الله عنه ينث يساوي تقرعون تشور ذمان ينث ثغري ثرس يند من بعد مسترعني ومن دينا ينث حاشا يوث القطيفة وحنا قلنا حاشا في النساء ان الدماسيد ان لا 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 الشيف غيس امني وقد غضغين غف النبي صلى الله عليه وسلم ان الزوجين ولا تنشف ذهن كاس الشيف هذاك اكن اغلنا في لسين ذكر الصبح ني وزرا ضرور سين الناس يا رسول الله والله ما زغف خمي قال لي غير يساو نشتسي هذا وسال والله ما زغف ذاك اللي ذا ساون الكذي غير يسال ان بعد يا رف ذا ساون سبحان الله اكن ايث مثل اذا بيجين اذا الانصار وقن إذا وقن إذا الإسلام يرثن يرن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة يرن إنشر من يرثن دث مثلا إن هذا اسم يحمل مغفوذ من سيد ربي وتسم يحمل ما رفين النظر سلمان الفارسي يريد روح ذي ثمرث من الفرس بلال بن رباح الحبشي يريد روح ذي ثمرث من الحبشة صهيب بن سنان يريد روح ذي ثمرث من الروم ذي جنة ذي غرق شمن ولكن عميس أبو لهب ذي عميس أبو لهب ذا قريشي سيصلى نارا ذات لهب يكشم جهنم وليش كلام النسب الذي الحسب اللي لاني قريك سيد ربي وإس قرار ذا عديق الشيو
ولا شو يقول شيء صار لآخر ولا شو تعديت الدرياك ناس عديت الصحك أتمسك العيب الصحة مش حاجة ما ذيك 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 الصحة ليك تمسك نخفر وذيك جهيك وتعدي درس كلا نظام إن كرمكم عند الله أتقاكم أتمي حماي مفوض أنمي حماي غفوض مربين وتمي حماي رغفين النظام أكيا وتشكل اللي خلف فيه منه إذا قال عقيك أنا عقيك أتشكل الخلاص خلصوا أتشكل الخلاص خلصوا أخي كي الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان ونجح من فربي يفغض فربي يفكن فربي يكسر فربي إن دونا إن دي يكمل الإيمان إيش يقرد أرو يقرد أوثق عور الإيمان القمة للإيمان أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله القمة للإيمان أتحمد غفر بي أتفغض غفر بي ولكن أتحمد خطر وقت وشورتيني أتحمد وقت خطر الفاميليني أتحمد وقت خطر تدر فيك أسحمر ذوقي خطر الولايينك أسحمر ذوقي هذا خطر التمور فيك بلك هذه اللي ذحفي ضربي العمر يخدم ذوين نديرين هذه سأل إيمان وتسعين لرن ذي القلائل اللي تسعين ولكن أتفغض على الخطر ماشي ذي مستمور فيك وإن مرة إذا ذخيخ إقنقن الدين مرة يقلع الدين كامل خطر اسمي إذ مثلا وقسع عنصوري في سقارن أكام خطر وإذ ثوذرين ثوذرين وين الله الفامي لك لكن خدم لكن المشركين ذو الكفار قاعدين ذي ثمور ثقيا ماشيون الكافر قاعدين ذقيا خلقا ذي ذرومي ذروما قيا وانو لا قذرومي قذرومي وتحمي ذرا ولو كان ذي لين ماذي لين ذي نسلمي فنو كين نسلمي كاملو تحمي ذرا خطر وإلا قذرومي واجد الكفر وجن الدين مبافيش مريتش وحرق كامل خرجوني استخدام العنصريه مره اكو الدين يروح كامل ذا الرسول واش بيحصل لله عليه وسلم يغطي الدين ويسمي شوقين يسمي الدعوه الجاهليه خطر قال محمي فول مربي انما المؤمنون اخوه اكيد قال انما المؤمنون اخوه يقرد صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوه الجاهليه فانه من جثي جهنم ونايا وين دعوه الجاهليه ذي دعوه عنصريه ان جهنم مرثيتش ان الناس يا رسول الله اما يزول اما يزر انس وان صلى وصام وزعم انه مسلم غاسي الزول غاسي يوزام غاسي يدعي مانيش دين سيم خلا ذي نذي روح هباء منثور المرة غافكو أسينا غاسي ذي ربيع خلا خذ مغي روح مرة إنس كشي ذا عون سوريا خطر تسخدم تصفيين وثحمي ذا لفوذ ميو ثحمي ذا فوذ متمورثيك أفوذ من الفاميلة أفوذ من قوعين كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا يعني حمي أفوذ مربي خطر ذا شو فيك جالس سجين البغض ذي البلان إلا غير الدريان غير وثمثن غير الفاميلة مرة ذا نشتاقي خطر نمي حمي رفوذ من سيدي ربيع لو كان نمي حمي رفوذ من سيدي ربيع حاشا الخير ريلي ما تحمر ذي فربي حمي كفر بي مستحيل باش نفهم كيك هذا الفانكيك ذا عذاول ذي الموحة الذي خص أوث المحاكمة تزرم يقر فابس دميس يقر وثمة ثين يقر يضولا أتصفض أروان 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 أند أند أثفخ ثمسال تجا أي خطر أرمي حمية رنا فوذ مربين يزرع السم من بعد ذخي العلاقة العلاقة ثين خدم ما تحمي ضميك فوذ مربين يحمي ميك يحميك فوذ مربين والله ما يضقرك والله هذاك يجمع والله هذاك يوفق روي يدي حكي يذكر بشي خير يند فافس فافس الطبيب يذكر بشي خير يند يروح ديون يند يقول فافس ويجمل هذه حرش أمشي يعني ثمسات ويجمل هذه حرش ويجمل يقاس السير ذي واني لقاس أثني طوي أمشي دين إن دنيا إن دنيا طوي ذا وجد ذا ثم توفي وتسرس اللي جاث إما تسرس اللي جاث ما السير ذن إن شو ولكن كم خزر غار وذم ويجمل غادر صار اللي جاث يدي سمقين ذا فوسي ويسي سنا يا يوسف خيس أصلا طوي يقاس السير ذا السير ذا خزر ذي جاث في دي الشرقية تجوري غلارا ويجيو دي غلاري يتجنسن ويجيني ما ذكر ان يحماي غفوذ الفوذ من العبيد في خرج وين فاثم يحماي مره غك فوذ ماشي ذو من سيدي ربي عاشك دي قيدا هذا وجبلك ذي نقله اكا خزر كان يثمثن يعني دهمغ دي الوقت باش هذا نكمل كاين 10 سنين يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يزرع يخدم ذي الدعوه الاسلاميه وين السقات يخدم 10 سنين يخدم الدوله الاسلاميه وتخدم على نفي وقضي حسن النبي صلى الله عليه وسلم يكشم الجزيرة العربية يكشم الإسلام الجميع تمورا مرة السجى 14 القرون 1,700,000,000 دينسي سبحان الله أدي قرأ يون أدي نكمل كان كيجين درس قلنا سكرنا إمسلين دينا أنا كيجين كرق جنسي من دي ثمورة الغرب لا مارتين دي ثمورة فرنسا مخي دينا يهذر ديون لهذرم قرن في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أدي قرأ أهل طري اللي كان شخصيا إلا أعظم من محمد اللي كان شخصيا إلا أعظم من محمد في الدنيا ولاش إن دولاش من إلى الأعظم من محمد صلى الله عليه وسلم يقرد يون وغنيزيان يقرد جورج برنار شاو وكذا غنيزيان العالم ذاك نيزين قاعده يند محمد صلى الله عليه وسلم يند كان يلي الحي يند المشاكل الدنيا ثقي مره ثاني فرو يند قبل ذي الصفه من جال القهوه
افنجال قهوه ينضو ثلاث نصف فرحه حاشا ماذا قال لي فوكي الي ون فيلوزوف قناه ليف تولستوي ارجازا كي عاش 1828 من 1910 ويموت دين شيم 1905 من 1910 اي استعلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موسكو باش هو الذي قرر ارجازا ان الحمد لله اسخار الحمد لله الحمد لله الحمد لله يموت غير من ميكسنا اشي قرر النبي صلى الله عليه وسلم امي قرا حجه الوداع حجه الوداع يغرى الخطبني نس عزيز يغرى اسمي دي حجه حج دافري يخمد الخطبني يغرز إنس الحمد لله هم مثارون أرميد اسمك سنة أولا إنس يكفي محمد فخرا بركة ياسين في محمد صلى الله عليه وسلم إنسان دي السفغة لما ينس ذكذم من السفغة تدير بلان السفغة تدير حسد السفغة تدقشر من الشواطن العادث العادث أنيهرا ويفتحس أفريد التقدم ذرقي إنك الشريعة محمد إنك أتسنى العالم مرة أكو على خطر في الحوذ العقل وفي الحوذ ينسلم يدي خرن كنين ذيون وذاك يستعرف نسن في محمد صلى الله عليه وسلم يدي اختار الله الواحد الاحد اختار بلي الرساله ثنقاروث اش كاع ثنقاروث اش كاعتيد افكاتيد ان في محمد صلى الله عليه وسلم اذا انسان اذا انسان يدي اختار افكاز الرساله ثنقاروث ويجعيت انسان اذا في انقارو كان يجث مثلا الدروس ذي العبر ذي الهجرة في محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى هذه هدر العبد قد قاس وثيت فكرة ولكن القناع قبلين أما أدن هدر في النبي صلى الله عليه وسلم وثن حتفات قصيد نثتنا لذي طرف ولكن دي قرصي ذرب الله قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أين يخدم خدم ثيت أين يخدم الصحابة أذن خدم وانا عقل بلين الدين النغ دائما ودن شغاي أدن شغاي خطر سجيد الفتنة العصرية الفتنة العصرية الدين النغ جوهرا غير الله الجنة النغ جوهرا غير الله وثلا لا ذخي تظليث ولا غصن الحاسب سيد ربي الفرائض فرض تظليت زكاة الصوم ذي الحج أركان الإسلام يقتن نخدم إشهر اليوم لا إله إن الله محمد رسول الله يقتن نخدم ولكن عاشي منك يقارك ذي الوالدينك عاشي منك ذي الجيرانك عاشي منك ذي الدشرينك ذوي ذاك الصندس الرضام الملح ذي المكران ذوين يجاني جنجان مي أتجد فوذ ما ربي ذي يحقيك ذاقين ولكن عاشي كان ذاك دي لحق سيد ربي حاشا ما ذاك لتصوضك وينك وثي تسمك ثي ذارك أكديفك أضعاف مضاعفة غير أكديفك خطر كيني تجد فعلى جلو في تجد تجد يحقيك فعلى جلو وتسوى ذلك أخطفنا كنت ولكن فكر الخير سيدي ربي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إلا ذن الخير الخزائن وتفكتنا أين كان فوذ مربي سيدي ربي دي يحكور تقوى ذلك سوبي أغجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أذي يا ربي نعيش ذين سيمن يا ربي ذين سيمن أنا عيش ذي الملة في محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.